طيب رسالتك لجمهور نادي الزمالك اللي انت واحد منه؟ مش عارف ابدا منين اقول لهم ايه، لان الناس دي بصراحه هم الحاجه الوحيده اللي كانت بتصبر الواحد دايما، ان هو ما في حاجه من احلامه ان هو ما حققهاش في اللعب نادي الزمالك، اللي هو الجمهور. الجمهور الناس، انا على بحب كل جمهور نادي الزمالك وعلى تواصل دايم معاهم، وبقدر ان الناس بتحب لعيب ما لعبش في نادي الزمالك، فدي نعمه من ربنا سبحانه وتعالى عليا ان جمهور نادي الزمالك يحبني وانا ما لعبتش في النادي. بس دي راجعه ان انا والله ماليش، انا مش عايز اي حاجه من نادي الزمالك خالص، انا عايز اشوف نادي الزمالك على كويس بس. فكرة أنا عايز أقول لك على حاجة، أنا من ضمن الرسائل اللي جات لي من لعيبة حاليين وسابقين في نادي الزمالك، منهم إبراهيم صلاح، قال لي حبيبي ده الراجل ده، ومش إبراهيم بس يعني، بس في ناس تحفظت إن هي، ولكن كابتن إبراهيم صلاح قال لي الراجل ده بيحب نادي الزمالك بجد ومش عايز أي حاجة من النادي. هو دي حقيقة والله، أنا مش عايز أي حاجة من، أنا عايز إن أشوف النادي كويس دايما، عايز أشوف النادي بيرفع كل الكؤوس اللي بيلعب عليها. اليوم اللي النادي على الزمالك فكرة وده بيكسب فيه، واصل، اليوم اللي وجمهور بيكسب، الزمالك عارف وواعي وبيحس بكل اليوم حد. اللي النادي الزمالك بيكسب فيه ماتش، الموضوع بقى مختلف في كل حاجة، حتى في بيتي. يعني أنا عندي آدم وأوزيل، هم ما شاء الله ربنا ولادي، هم يحفظهم. النادي الزمالك برضو، أنا بيتفرجوا علينا دلوقتي؟ بيتفرجوا، أوزيل طب قول لهم حاجة طيب. بيتفرجوا والله. ادم واوزيل في ماتشات نادي الزمالك، لو الماتش الساعه 7 بيجوا من الساعه 6 فاتحين التلفزيون ومشغلين، احنا مستنيين الماتش. فهم ده انا موصلها لهم وزارعها فيهم ان هم نادي الزمالك متربيين على حب الزمالك. مليون في الميه، مليون في الميه. ايه فدي قصة اوزيل دي بقى يا كابتن؟ اوزيل ده ابني، بعد ادم انا خلفت ادم وبعد كده اوزيل. انا اول مرة اسمع اسم اوزيل ده، اعرف اوزيل بتاع المانيا. هو انا سميته اوزيل عشان اوزيل عشان المانيا، اوزيل المانيا بحبه جدا، يا راجل. كنت متابع كل حاجة عنه في على حياته وكل حاجة. الولد هيعيش عمره كله اسمه مرتبط بلعيب كل ذنبه في الحياة ان ابوه بيحبه. ما مش مشكلة، الاسم حلو، طب افرض الراجل بيشجع برشلونة يا جدع. لا بيشجع زي ريال مدريد، برضه مفيش كلام. مفيش، هو ريال مدريد والزمالك الموضوع. تعمل سيستم في البيت. طبعا مفيش غير مراتي بس اللي بتشجع الاهلي. الملكي كله. طب دي عدت ازاي دي؟ مش عارف، بحاول اثر عليها شوية بس مش عارف اجيبها لها ازاي.